النهارده عملنا معاكم فراخ بطاطس. هنا اهي البطاطس لسه، الرز لسه مش عملنا الرز. صلى على النبي، بنقول الرأي في التعليقات وتفاعلوا معانا. هنا البطاطس، هنا الفراخ. ده على فكره فراخ تربية بيتي، مش بشتري فراخ من بره. دايما اي حاجة انا بعملها في البيت دي بيتي. اتفرجوا، اتفضلوا معانا. وهنا الرز لما الشعريات اتحمرت. هنجيب الرز احنا غسلناه. بسم الله. الاكل مش بياخد معايا وقت، اللي بياخد معايا وقت فعلا هو المحشي. اللي بياخد وقت، لكن الرز طبيخ فراخ الحاجات دي هي اللي بتاخد وقت مع الواحد. دلوقتي يشرب ميه ويطول شويه، يشوح شويه شوحه شوية. ده الشوح بده طعم جميل. نجيب المية، نجيب المية بقى ونشرب ميه ونحط عليه. وهنا بعد لما خلصنا الفراخ حمرناها، وهنا الرز والطبيخ. اتفضلوا معانا الغدا وقولوا رايكم في التعليقات. ما تنسوش تصلوا على النبي.